مشاهدينا مساء الخير. الحمد لله، اكيد كل بيت في مصر، كل مواطن في الشارع بيبتهج ويحتفل. شفتوا ازاي الناس نفسها تتعلق باي فرحه؟ شفتوا ازاي تعب الاعصاب حتى اللحظات الاخيره؟ شفتوا ازاي انه الناس متعلقه بالانتصار حتى اخر ثانيه، مع انه البعض خلاص كان فقد الامل بعد ان اضعنا اول ضربه جزاء. اول ما تضيع اول ضربه جزاء خلاص هتفقد الامل وهيدي دفعه معنويه للفريق الثاني يعني، وده اللي حصل. لكن التشبث بالمكسب وبالانتصار حتى اللحظات الاخيره، بالاضافه الى اسطوره حارس مرمى اسمه عصام الحضري، يعني اطالب ان عصام الحضري قبل ما يجي هنا يكون اتعمل له تمثال كبير في مصر. هذا اللاعب الاسطوره يستحق انه يكون له تمثال يعبر عن ان عندك مصري يحقق كل هذه الانجازات وكل هذه الارقام القياسيه. لكن في كل الاحوال كل مواطن مصري دلوقتي بيشعر انه حقق هذا الانتصار، والناس بتبحث عن اي فرحه. فالحمد لله النهارده طول اليوم كنا شايفين حتى ازاي كانت بتباع الاعلام المصريه. عادت من جديد عمليه بيع الاعلام المصريه في الشوارع وفي كل مكان، وبالتالي هنا هنرصد لكم كل الاحتفالات في الشوارع وهنتلقى اتصالاتكم. كل مواطن عايز يعبر عن فرحته، عن بهجته، عن سعادته بالفوز، بالانتصار، القلق، التوتر. الصورة اللي احنا شايفينها دي حينما سجلنا دي الفرحة. احنا طبعا كان في اكثر من فرحة لما جبنا الهدف الاول، وطبعا لانه منتخب مصر مشهور جدا بفكرة خطف الفوز، بنخطف الفوز وننام عليه. لكن للأسف الشديد خطفنا الفوز وتمكنت بوركينا فاسو من التعادل. لكن مع ذلك كنا متمسكين بالانتصار حتى اللحظات الأخيرة. محدش يتكلم يا جماعة عن الأداء. نشوف الأول الفرحة دي كده بالصوت والصورة، نسمعها. مصر اللي شعبها
ان شاء الله تكتمل الفرحه بالعوده بكاس البطوله. خلي بالكم النوعيه دي من الافراح هتلاقوا الناس عندها تختلط الدموع مع الابتسامه مع الصوت العالي، والناس بتحضن بعض في البيوت، والناس بتصاب بحاله من التشنج المعبر عن السعاده، مش التشنج العصبي، تشنج معبر عن السعاده، لاننا نبحث عن فرحه وعن انتصار. من زمان ما فرحناش. الرياضه من بوابات الفرحه والسعاده، مش لعبه ولا تسليه. شعوب العالم بتسعد بيها، شعوب العالم بتتقدم بيها، بترفع اسم بلادها بيها. وبالتالي هنا شفتوا ازاي فرحه الشعب المصري في كل مكان. مفيش شك كمان هنا شوفوا طبعا هنا متابعه ضربات الجزاء من أسوأ وأصعب اللحظات اللي ممكن يعيشها المصريون الذين يتعلقون بالفرحة. أولا بتقع قلوب الناس، بتقع بين أضلاعها، ما بتبقاش عارف أنت فين، ولا أنت شايف ولا مش شايف، ولا أنت حاسس ولا مش حاسس. والفرحة الأساسية أو ما بتشعرش أنك خلاص بدأت تفوق إلا مع لحظة الانتصار. هتابع معاكم هذه المشاهد.